ورجعنا لكم بعد الفاصل بضيوف الحلقة الجمال اللي شرفونا مرة تانية، باشمهندس أحمد عباس استشاري برمجيات ونظم معلومات. أهلا أهلا وسهلا بحضرتك يا اهلا فندم. بيكي، اهلا بيكي. والجميلة أستاذة ولاء عزت متخصصة في إدارة الأعمال وماجستير في إدارة الوقت. أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكي يا حمد. ضيوفنا هيساعدونا نبشر أعمالنا في وقت أقل وبتكلفة قليلة ومجهود أقل وبجودة عالية. أستاذ أحمد اهلا بيكي يا فندم. حضرتك بقى هتكلمنا إزاي نبشر الأعمال بتاعتنا؟ طبعا عندنا مجال خصب جدا اللي هو اداره الاعمال والحسابات والاعمال الحسابيه. تمام. مجال خصب جدا للبرامج. طبعا عندنا منتجات كتير بتتكلم في ازاي ندير المنظومه الحسابيه بتاعتنا والمنظومه الاداريه. ده المجال بتاع شغل حضرتك؟ كله. مجال البرامج. تمام. لان منظومه الحسابات دي منظومه كبيره جدا، بتتفرع منها حاجات كتير زي المخازن والحسابات والماليه والاداره. كل ده بنخصص له وقت وبرامج معينه بنقدر بيها نساعدهم، نلخص بيهم اعمالهم، تدينا جوده عاليه في وقت اقل، ونطلع ميزانيات وحاجات كتير في الحسابات والكمبيوتر. استاذه ولا عزت هتكلمينا عن ايه دلوقتي؟ والله نفسي النهارده اكلمكم على مناخ بيئه العمل. يعني احنا قاعدين اهوت، انا معلش بقول امثلتي على المكان اللي احنا قاعدين فيه. تمام. إيه مثلا انا قاعده على كرسي مريح. إيه فقدر اتكلم، الاضاءه كويسه. طيب. الجو اللي انا قاعده فيه ده المناخ كويس. ده كويس جدا. المناخ ده كويس جدا ان انا اقدر اشتغل فيه وابدع فيه. طيب. يعني احنا مثلا هنعمل مثلا على مثلا مصنع، ما قعدوش العمال في اوضه صغيره ومعاهم كذا كذا معده وكذا اله، وعايزاهم يطلعوا انتاج كويس. لا، لازم اعمل لهم مثلا ما يكونش السقف صاج ودرجه حراره عاليه. طب هو حران هينتج ازاي؟ مش هيعرف. ما عادوش في الطل واقول له طلع لي انتاج كويس. ما يكونش يعني ما فيش تهويه. طب ما النفس لازم برضه احقق له السلامه والصحه المهنيه. لازم احط له مثلا واقي احميه من المعده اللي قدامه. لازم اديله التطعيمات المطلوبه منه. لازم يكون عندي اللي هي طفايات الحريق. ما انا لازم احافظ على الشخص ده، انا بستثمره، انا استثماري في الشخص نفسه، اوفر له حاجه كويسه يعيش فيها وكمان ينتج فيها. ولازم يعيش وينتج فيها عشان يكون مرتاح. ولازم كمان ادعمه نفسيا ومعنويا واجتماعيا. لازم احسسه ان هو مهم، ان هو ضلع من اضلاع المكان. لو هو حصل له حاجه ان هو عامل كده وخلاص، لا المكان هيقع. تمام. لازم اعمل يعني اعمل ندوات، اعمل حفلات، تعبان ازوره. مش هو كده شخص كده عابر وخلاص. يعني لازم احسسه بكيانه قد ايه هو، وقد ايه هو انسان مهم. ولازم دايما ادعمه نفسيا. يعني مثلا انا رايحه الشغل النهارده مبوزه، زعلانه، متضايقه، صاحب المصنع عايزني انتجه بس. بمناسبه شغل حضرتك، بس الاول عايزه اهنيكي على الترقيه. الف مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبتي. قولي لنا ترقيتي وبقيتي هو اخدت إيه بس منصب اشرافي كده، مدير اداره الموارد البشريه. ده بعد الحلقه بتاعتنا على طول. بعد الحلقه ده يوم الحلقه. خدي بالك. تاني يوم عليكي. طبعا وشكوا جميل واستاذه روعه بصراحه. هي روعه وهي روعه، روعه وهي روعه. ربنا يديم المحبه بينكم. يا رب يا رب يا رب. تمام. فيعني لازم اهيئ له كل حاجه كويسه. تمام. عشان يعني انا مثلا دلوقتي لقيته متضايق، لا ما اشوفه متضايق ليه؟ ما انا هو هيقف على المكنه هيبوظ لك انتاجك وهتجازيها. تقول له الكلام ده يمشي في مصانع، شركات، حتى في البيت، في كل حاجه في حياتنا، حتى في البيت مع اولادك. حياتنا كلنا كلها اداره، حياتنا كلها بدون استثناء اداره. ازاي برضو الام ممكن تعمل ابنها بشكل كويس تحسسه ان هو لازم احفزه؟ يعني احنا مثلا معظم البيوت المصريه تتنمر جدا على اولادها. ويفتكروا كده ان هم هيطلعوا احسن نتائج، لا بيطلعوا نتائج سلبيه جدا. يعني مثلا ممكن تلاقي ولد كبير دلوقتي تقول له ان كان شاطر قوي وهو صغير، طب ايه اللي خيبه؟ انت. جاب درجه مثلا صغيره، لا ضربته مش عارفه عن نفسه، لا شوفوا هو. وبعض لقبه بالقاب. ايوه. ما ينفعش اللي هو يا حرامي يا عبيط يا ده فلان، ده احسن منك، هيجيب نتيجه احسن منك. تمام. طب ليه؟ ما تقول له طب حفزيه، لو جبت درجات كويسه انا هعمل لك كذا. واوفي بوعدي. ايوه. ما ينفعش. هيعمل انتاج. هيعمل انتاج واحده واحده. انا لقيته شاطر، طب ما نستثمرش ليه الحاجه الحلوه دي؟ طب ما اشجع ابني. شاطر في ايه بالظبط؟ يعني في شاطر ناس في الدراسه، شاطر في موهبه. ايوه اللي هو بيلعب كوره، اي حاجه شاطر في. ايوه اي حاجه. بالعكس. ما ينفعش ابني مثلا عشان ثانويه عامه اخليه طول اليوم يذاكر وطول اليوم ياخد دروس.
مش كميه مش الدروس خالص. لا مش كميه الدروس دي اللي هتخليه ينجح. مفيش حد خايف في كل المواد استحاله، حتى تركز 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 تركز. مفيش حد مش متفوق في كل المواد استحاله. ايوه استحاله، اكيد لازم يبقى في كام ماده كده انا اعرف اذاكرهم من نفسي. وكتاب المدرسه دوت على فكره مهم جدا. يعني لازم ارجع لكتاب المدرسه ده مهم. فلازم استثمر ابني واركز معاه واشوف تصرفاته ايه، بس ما احطوش تحت ضغط. ايوه اراقبه من بعيد، اراقبه من بعيد، انظم معاه وقته. طب لحد كده المدرسه، طب بعد الدروس من كذا لكذا، طب انت هتذاكر ساعتين ثلاثه. والبنات يا جماعه يساعدوا مامتهم ساعه واحده، هتفرق نفسيا جدا في البيت. ساعه بدل ما انت رايحه جايه، لا اصل انا ورايا مذاكره، لا يا ماما اصل انا مش عارفه ايه. طب هي قاعده على النت، خلي النت ده او الساعه الترفيهيه ساعه، وساعه لماما، وساعتين ثلاثه مذاكره، وبعد كده مدرسه. هتنتج، هتبقي انسانه صالحه جدا. وان انت تقومي بقى عارفه عملك الفجر ده اكتر ساعه تركيز هي ساعه الفجر، اللي انت تصلي مثلا وتقري مثلا القران والورد بتاعك كل حاجه. ساعه الفجر دي عارفه عامله ايه؟ ايد حنينه كده بتطبطب على قلبك. بجد ما شاء الله إيه، تلاقي فيها كل حاجه جميله. حضرتك كل حلقه بتدينا فوائد، وكمان بتكلمينا في حته كده دينيه ان احنا نهتم برضو بديننا. العباده على فكره ما ينفعش اللي احنا الكتب السماويه يا جماعه تبقى يعلوها التراب، استحاله. جميع لازم الكتب كل ما ينفعش الكتب السماويه يعلوها التراب، لازم تتفتح كل يوم. ولو عندي كذا مثلا مصحف او كده لازم كل افتحهم كلهم. ايوه ما بقاش تركيزي كله مع مصحف واحد. لازم افتح كله. أيوة. لازم التراب ده ما يتحطش عليه خالص، ما يلحقش يتصاب تراب. لازم احافظ كل على حياتي كلها، انظم حياتي. لو نظمنا حياتنا يعني انت شوفي من الفجر، ما تقومي من الفجر تخيلي هتعملي قد ايه. احنا النوم 8 ساعات، عندنا 16 ساعه تانيين. في ناس بيناموا 12 في ناس بيناموا 12 أيوة في ناس يقول لك ايه انا مش لاقي حاجه اعملها. لا انت عندك، انت استثمار، وحطت نفسك في ملل وجوه القوقعه. انا استثمر نفسي قبل ما اللي قدامي يستثمرني. انا اشوف انا ايه الحلو. مفيش حد فينا كلنا بدون استثناء ما عندوش حاجه بيفكر فيها. في حد وكل واحد عنده ميزه ربنا خلقها، كل واحد موهبه. ممكن تشتغلي وانت قاعده في البيت. انت مش عارف استثمري ابنك في الصغير. لا في ناس بتسأله مثلا بقدراتهم، واحده تقول لك ده انا اشطر حاجه بعملها الطبخ، هعمل ايه؟ لا يعني لا هي لو قعدت تفكر، هي ممكن حتى لو في الطبخ ممكن تعمل حاجه بيه. انت بصي، بدل كل حاجه بتعمليها بحب صدقيني بتطلع جميله جدا. يعني احنا بلدنا بصراحه حلوه، لو انا اعمل اطلع الحاجه الحلوه جوايا والاستاذ الحاجه الحلوه اللي جوايا، وانت بلدنا هتبقى لوحه جميله، لوحه فنيه حلوه. بجد احنا بلدنا حلوه. يعني انتوا كنتوا شغالين من شويه كده اغنيه محمد قنديل احلى بلد بلدي، هي فعلا احلى بلد بلدي. والله انت اللي حلوه. لا بجد والله دي حلوه وحلت كل حاجه والله. كل حاجه حلوه وكل حاجه بسيطه. وليه ما افرحش ابني؟ وليه اسيب ابني ماسك الموبايل الصغير؟ معظم الاطفال يا جماعه نسبه كبيره جالها توحد من الموضوع ده. دي حقيقه. ليه اخليه ما انا ماسكه الموبايل وسايباه؟ عشان لا، ابنك محتاجك، محتاج وقت. العبي معاه بدل ما انت ماسكه الموبايل على طول كده وبعد كده تقولي مش عارفه ايه اللي حصل له. لا انت اللي عملتي فيه كده. ايوه اقعدي معاه شويه، العبي معاه. التكنولوجيا بوظت حاجات كتير. استمتعي بيه وخليه هو كمان يستمتع بيكي. استمتعي بيه وخليه هو كمان يخلي بينكم وسيله اتصال، خلي فيه رساله حلوه بينكم. انا كل حلقه والله بحب حضرتك اكتر وبستفاد من حضرتك اكتر. ومناسبه وسيله الاتصال بقى، عايزين ننقل على الكمبيوتر والبرمجيات. ونفس الجمله اللي انت قلتيها، ما هي اللي احنا فيه دوت على فكره. يعني هي مثلا استاذه مرسل انا مستقبل. يعني وسيله اداه الاتصال اللي بيننا قناه الاتصال، الكلام وجه لوجه، دي آلة الاتصال بيننا. تمام. باشمهندس احمد، احنا طبعا بخصوص فن الاداره عندنا عنصر مهم جدا جدا بنحب نتكلم فيه، هو عنصر اغلى من الفلوس، هو عنصر الوقت. تمام. عنصر الوقت ده يعني عندنا طبعا في اي حاجه في اداره في عنصر بشري، في عنصر الوقت. تمام. الوقت ده اللي بنلخص بيه حاجات كتير جدا. تمام. في الاداره، في الماليات، في اي منظومه، خاصه لما دخلنا في مجال الموارد البشريه واداره الموارد البشريه. تمام. الكمبيوتر له باع كبير وله مجال خصب كتير في اداره الموارد البشريه واداره الحسابات واداره المنظومات اللي هي بتوفر لنا اي منظومه كمبيوتر. برنامج بنعمله بيكون هدفنا حاجتين،
الوقت والجودة. طبعا بيقابلنا طبعا معوقات كتير في حضرتك في شركة حضرتك بتعمل الكلام ده لكل الشركات وكل احنا المصانع. طبعاً تمام، عندنا بنعمل برامج للموارد البشرية والإدارة والحسابات ومنظومة الاتش ار، كل دي منظومات شغالين فيها وعملناها. تمام، طبعا بنلاقي مقاومة جديدة احيانا في بعض الشركات والمصانع من الناس اللي متعودة على منظومة يدوية. تمام، نطلع فاصل ونكمل بعدين. رجعنا لكم بعد الفاصل ومستمرين مع ضيوف حلقتنا الجمال، باشمهندس احمد واستاذه ولاء، ومستمرين بقى مع حضرتك، وحضرتك هتكمل كلامك عن اداره الوقت. طبعا نستكمل كلامنا عن علاقه المنظومات الاداريه ببعضها والكمبيوتر، واتكلمنا عن عنصر مهم جدا جدا وهو اداره الوقت. اداره الوقت بالبرامج، مش بالاداره مفهوم الاداره اللي احنا الاستاذه وفاء بتتكلم فيه، استاذه ولاء. تمام، بنعمل منظومات وبرامج كمبيوتر. تمام، تبع الشركه بتاعتنا اللي هي الكود الذهبي او جولدن كود. حضرتك بقى عايزك تكلمنا عن الشركه بتاعتك. شركه جولدن كود دي متخصصه في انشاء البرامج المكتبيه. تمام، سواء اونلاين او ديسكتوب، في جميع المجالات زي الموارد البشريه والحسابات والاتش ار. تمام، وطبعا احنا عملنا منظومات كتير، ومن اخرها كانت منظومه السي ار ام اللي اتكلمنا فيها في الحلقة اللي فاتت واداره الحلقه اللي فاتت. على فكره في ناس كتير سالت وقالت ازاي، وقعدت تستفسر عن الموضوع ده كتير جدا، فحضرتك تشرح لهم. يعني يا ريت تعيد الكلام تاني ورقم تليفون حضرتك نازل. تمام، هي منظومه السي ار ام دي متخصصه في اداره بيانات العملاء، ايا كان العملاء في اي مجال بنتكلم فيه، سواء البيوت سنتر او عقارات. تمام، بيبقى عندنا قاعده عملاء كبيره جدا. تمام، بتتصل بالشركة أو المقر بيسألوا عن منتج معين. تمام، طبعا بياناتهم بينزلوها على السيستم من أسمائهم وأرقام تليفوناتهم. تمام، والطلبات بتاعتهم الكمبيوتر بيبتدي يعمل لها كنترول. تمام، ويدي تنبيهات أو رسائل تحذيرية أو تنبيهية للموظفين بتوع الشركة، بحيث يفكر الموظفين العميل كان عايز ايه في وقت معين، متطلبات العميل. زي النوت، بس دي نوت الكترونيه. يعني طبعا النوت بتبقى الكترونيه بتبقى افضل بكتير جدا من اي حاجه ورقيه. تمام، بتقدر تشيل حجم بيانات من العملاء كتير جدا جدا، مفتوح يعني ملايين البيانات، ما بتنساش ولا بتمسح. لا خالص. تمام، هي تمسحش طبعا. طب واللي يحب يجي يتفق مع حضرتك على ان انا مثلا انا عايزه انظم الشغل بتاعي. تمام، بكلم حضرتك، حضرتك بتعمل ايه اول حاجه؟ اول حاجه بنقعد مع صاحب الشركه او المنظومه. تمام، مع الناس المتخصصين شغالين بايديهم. تمام، ونحلل لهم النظام، نعرف هم طلباتهم ايه بالظبط، لان كل مجال بيبقى له طلبات معينه. مثلا البيوت سنتر بتاعي، مثلا البيوت سنتر ده انا عندي دلوقتي عميله بتتصل بيا تسال عن حاجه معينه. انا مثلا عندي فرح في شهر مثلا كذا. تمام، طب المتاح عندكم الخدمات ايه؟ فبعرض عليها الخدمات بتاعتنا. السيستم بقى اللي انا هحطه هو اللي هيوضح لي كل حاجه انا عامله. انا بخش على السيستم اشوف الخدمات، او ان بكون فاتح لها جزء معين كده في السيستم عندي، هي وقاعده في البيت او قاعده بتفتح الموبايل بتشوف خدمات السيستم. وبشوف المواعيد اللي ورايا مثلا في اليوم ده. تمام، العملاء اللي جايين لي في اليوم ده. فهي بتبتدي تحجز، عايز تحجز في يوم معين. تمام، علشان الفرح او المناسبه السعيده اللي عندها. فابتدي انا السيستم بيقول لي انت متاح في اليوم ده ولا لا، او الساعه كام. تمام، والفتره قد ايه. ببتدي احجز مواعيد على قد المواعيد اللي عندي، واقدم العميل بتاعي عايز. وحضرتك قلت المره اللي فاتت ان النظام ده بيفكرني قبلها بيوم. طبعا، فرضا مثلا ان انا عندي هطلع مثلا انا كموظف في الشركه مسؤول عن مجموعه من العملاء، وعايز اطلع مصيف بعد اسبوعين. تمام، ببتدي اشوف انا بعد خلال الاسبوعين في المستقبل وضع العميل اللي جاي يشتغل عندي ايه. ايه الحجوزات اللي عندي، بحيث ان انا اقدر ارتب مواعيدي مع الشركه ومع العميل بتاعي، بحيث ان العميل مفيش ميعاد يقدر يفوتنا يعني في النظام.
تمام، شكرا لحضرتك، وحضرتك بجد شرفتني واستاذه ولاء شرفتنا. شكرا واستاذه روعه الجميله كانت منورانا كتير، مع انها ما اتكلمتش كتير النهارده بس الحلقه كانت جميله، وانا بجد اتمنى اشوفكم مره كمان. شكرا، وبجد بجد استنونا مره تانية عشان انا هبقى مبسوطه ان انا اجيبهم تاني. شكرا ليكم.